مرحبا بكم شباب والصبايا من الشرق الأوسط. اسمي دكتور واديم زايتشكوف، أنا أرحب بكم من بيت روسي في بيروت لحضور محاضرة افتراضية تحت العنوان التقنية النووية لغير أغراض الطاقة من التنظيم مؤسسة الطاقة الذرية الحكومية الروسية روساتم، فجامعة أبحاث الوطنية معهد موسكو لهندسة الطاقة وجامعة أورال الفيدرالية. هذه المحاضرة إقليمية، معنا اليوم بضيف إلينا من بيت روسي في بيروت، زملائنا من بيت روسي في دمشق وسفارات روسيا الاتحادية في بغداد والرياض. كما تعلمون لقد بدأنا فترة تقديم على منح حكومة روسية للدراسة في جامعات روسية مجاني عبر موقع الإلكتروني educationinrussia.com، فعدد كبير من الطلاب يفكروا في اختصاص مستقبلي. ما هي اختصاص لازم هذا المرشح يقدم عليه؟ سنسهل عليكم شوية أمور، فنتحدث معكم اليوم على الاختصاصات الجديدة مثيرة للاهتمام. سنتحدث معكم اليوم من جامعة أبحاث الوطنية معهد موسكو لهندسة الطاقة وجامعة أورال الفيدرالية عن الذرية السلمية واستشار استخدامها في علم حديث وتدريب متخصصين في مجال التطبيقية التقنية النووية لغير أغراض الطاقة. كما سيخبرونا عن الإنجازات الروسية في مجال نووي. كما تعلم التعليم النووي في روسيا يعتبر من أحسن في العالم، فأصبح بإمكان طلاب الأجانب وخاصة طلاب من الشرق الأوسط متابعة دراسة في اختصاصات النووية في روسيا. فالآن أحب أقدم كلمة لزميلي من السفارة الروسية في بغداد أستاذ دمير صدقوف. أرحب بكم أستاذ دمير، كيفكم في بغداد؟ وممكن تحكي بعض الكلمات كيف طلاب من العراق، هل يحبوا يسجلوا على اختصاصات الذرية وهندسة الذرية أم لا، أو هذا الاختصاص جديد بالنسبة للطلاب في العراق؟ أرحب بكم جميع المشاركين في هذه الندوة المميزة. فمن ناحيتي أستطيع أن أقول أن اختصاصات النووية تعتبر بأهمية كبيرة لدى الطلاب العراقيين، رغم يعني عدم وجود مجال طاقة كامل في العراق. فرغم ذلك هذه الاختصاصات تشتهر بشهرتها، فهناك عدة إقبال دائم على هذه الاختصاصات في العراق ولدى الطلاب العراقيين. فأتمنى جميع الطلاب الذين شاهدوا هذا البرنامج على فيسبوك سيستفيدوا من هذه المعلومات، وممكن يقدموا أوراق للتسجيل في هذه الجامعات أو الجامعات الأخرى تبعين لشركة روسية حكومية روس آتم. شو تحب تحكي لطلاب مستقبلية من العراق؟ أنا يعني بدي أن أقول اسرعوا في تقديم البروفايلكم وتقديم الوثائق اللازمة لكي تسجل في لكي لغرض الحصول على المنحة الروسية في هذا العام، لأن هناك تنتهي حتى 1 نوفمبر موعد التسجيل، فسرعوا بقدر الإمكان في التسجيل. على فكرة يا طلاب من لبنان، أستاذ دمير هو الذي مسؤول على اختياركم في ويب سايت. الآن تعرف كيف شكل أستاذ دمير، فأظن سعيد. يعني هذا طبعا هذا الفترة دائما متعبة
مثل السفارة ومراكز ثقافية روسية وبيوت روسية، ف يعني شغل كتير، ونحن نتعب حتى نختار أقوى طلاب من لبنان، من العراق، من السعودية، من سوريا، حتى يستطيعوا أقوى طلاب من بلادنا أن يدرسوا في أحسن الجامعات الروسية، وبعدين يرجع ويسهموا في إعادة الإعمار الدول في مجال تطوير الاقتصاد. فهذا الكثير مهم، فعلينا مسؤولية كبيرة. طبعا بدي أشكر يا أستاذ دمير لي على مشاركة في برنامج اليوم، فكمان إذا تحب تضيف شيء من خلال البرنامج، أهلا وسهلا. شكرا شكرا. فاليوم أنا أرحب زميلنا من السفارة الروسية في الرياض، كمان مماثل قسم قنصلي مسؤول على منح دراسية أو اختيار تنافسي في المملكة العربية السعودية، سيفولود أرلوف. أرحب بك أستاذ سيفولود. شكرا يا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدات والسادة. يسرني جدا أن أرحب بكم نيابة عن السفارة الروسية في المملكة العربية السعودية. اسمي سيولد أرلوف وأنا مرهق لقسم قنصلي في السفارة، ونعد جميع طلاب من المملكة العربية السعودية ومن البلدان العربية أخرى مهتمين في دراسة في روسيا لأم مقبلة، ولدينا يوجد 5 أماكن لتدريب في إطار برنامج تعليم في روسيا، واثنان من هذه 5 أماكن هي مخصصات لبرامج روس آتم، وبما في ذلك برنامج فنية أخرى. أتطلع إلى استلام نتائجكم يا طلاب، وممكنكم الصور على جميع معلومات في موقع تعليم في روسيا، وأيضا ممكنكم اتصال بي عبر الواتساب، عبر الهاتف مباشرا. أنا يسرني أن أشرح كل المعلومات وكل القضايا بتفاصيل، وشكرا. شكرا أستاذ سيولد. وهل يوجد عندكم مرشحين لتخصصات الهندسة الطاقة الذرية أم لا؟ أو هذا الاختصاص جديد أم ممكن شوي غريب بالنسبة للطلاب من السعودية؟ للأسف الآن لا يوجد هذه الطلاب، لكن أظن في المستقبل يوجد اهتمام في سعودية عربية لهذه البرنامج ولبطاقة نووية وبطاقة ذرية أيضا. شكرا جزيلا أستاذ سيفولود. كمان إذا تحب تضيف شيء خلال البرنامج أو تسأل ممثلي الجامعات الروسية عن الشيء، طبعا أنت دائما نرحب بك في هذا البرنامج. فالآن أنا أحب أن أرحب ممثلي الجامعات الروسية. فأول جامعة عندنا معهد موسكو لهندسة الطاقة، فهي جامعة موجودة في موسكو، فتعتبر من أكبر الجامعات التقنية في روسيا في مجال هندسة الطاقة وهندسة الكهرباء وإلكترونيات ومعلوماتية. فهي واحدة من جامعات الأبحاث الوطنية الروسية، يعني في روسيا توجد 30 جامعة للأبحاث. فهي جامعات كتير مميزة وجامعات الأقوياء في روسيا، فواجب لهذه الجامعات تطوير أبحاث علمية وبعدين تطبيق
هذه النتائج لهذه الدراسات العلمية والتكنولوجيات في الاقتصاد الروسي، فهذا كثير مهم. فيقوم معهد موسكو لهندسة الطاقة بتدريب كوادر هندسية وعلمية للدول الأجنبية منذ عام 1946. حاليا يتابع دراستهم في معاهد موسكو لهندسة الطاقة طلاب تقريبا من 68 دولة في العالم. فمن جامعة أبحاث الوطنية معهد موسكو لهندسة الطاقة يشارك معنا اليوم أستاذ دكتور رواد ديب مع يعني محاضرة بعنوان طاقة حديثة. فنرحب بكم دكتور رواد. أسعد الله أوقاتكم جميعا. رح أحاول أحكي باللغة العامية بحيث تكون اللغة مفهومة للجميع. موضوعنا اليوم هو الطاقة الحديثة. كلنا بنعرف نحن مدى أهمية الكهرباء في حياتنا. فينا نقول إن الكهرباء هي عم تتحكم بحياتنا كلياتها. الكهرباء هي قطاع طاقة يشمل إنتاج ونقل وبيع الكهرباء وتوزيعها. مقارنة بجميع أنواع الطاقة الأخرى فهي طاقة جيدة من حيث سهولة النقل لمسافات طويلة. مثل ما علقت قلت إنه الكهرباء تتحكم بحياتنا كلياتها. أبسط الأمثلة شحن أجهزتنا الخلوية، شحن اللابتوبات، بالإضافة إلى عمليات الرقمنة مثل ما راح نشوف هلا بالسلايدات القادمة. حالياً عندنا اتجاهات واعدة لتطوير وإنتاج الطاقة. من الاتجاهات هي الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة، الرقمنة، تحديث المعدات، كفاءة الطاقة، جودة الطاقة، التوليد الصغير الموزع، أجهزة تخزين الطاقة. راح أحاول أحكي عن عليهم بشكل مقتضب بالسلايدات القادمة. في الوقت الحاضر بكل المجالات كل العالم عم تحاول تتجه لموضوع اسمه الرقمنة. والرقمنة تستخدم فقط في مجال في قطاع الكهرباء بل في كل مجالات الصناعة الأخرى. شو معنى الرقمنة؟ يعني مثلا إذا أنا موجود بمحطة حرارية، محطة طاقة كهربائية، فيجري مراقبة ما يجري ضمن المحطة أوتوماتيكياً، وبكون في عنا حوالي كذا شخص موظفين لمراقبة الشاشات. هالشاشة موجود عليها أنظمة التحكم التابعة للمحطة. في حال حدث عنا خلل معين في نظام معين تطلع عنا إشارة على الكمبيوتر، وبالتالي بتم إجراء الاتخاذ المناسب إما أوتوماتيكيا أو عن طريق التدخل الشخصي للشخص الموجود، للموظف الموجود، الموظف لمراقبة النظام. مثلا أنا موجود بغرفة عنفات أو بغرفة مرجل، فزاد الضغط في مكان ما أو قل الضغط في مكان ما، فتصل عنا إشارة تنبيه للمراقب عن طريق الشاشة، وبالتالي بتم فتح الصمام أو إغلاقه تبعا للمؤشرات الظاهرة عندي على الشاشة. طبعا في عنا مثال كمان بسيط ثاني، ما بعرف إذا كلنا بنلاحظه سواء بالمطاعم حاليا أو بغرف السكن الجامعي، بيكون في عنا بالسقف مثل طابات صغيرة بتضوي أحمر، هي عبارة عن حساسات حريق. هاي الحساسات في حال نشب عنا لا سمح الله حريق في الغرفة أو في المكان اللي نحن موجودين فيه، بتعطي إشارة إنذار للمراقب، وبالتالي أوتوماتيكياً حتى هون بدون تدخل الشخص بيتم عنا فتح الصمامات وتبدأ الرشاشات برش المي في المكان اللي نشب فيه الحريق. مثال ثاني خارج المحطة. وبالتالي هون عندنا زيادة الموثوقية. الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.
هلا تسمى بالطاقة الخضراء، طاقة خضراء، حيث أنها مصدر من مصادر الطاقة المتجددة اللي ما يعني لا تنضب أبدا، هي صديقة للبيئة، وبالتالي ما في عندنا احتراق للغاز، ما في عندنا احتراق للوقود، وبالتالي ما في تلوث للبيئة. طبعا أول محطة كهربائية كانت تعمل على الغاز أو على الفحم، وبالتالي كان هناك عندنا تلوث للبيئة بشكل مو طبيعي. وبالتالي حاليا عم يتم الاستفادة من الطاقات المتجددة اللي هي إما طاقة شمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة الحيوية. طبعا هون تجدر الإشارة إنه الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة هي طاقة غير مضمونة 100%. شو المقصود بذلك؟ مثلا أنا موجود بمحطة طاقة كهربائية أو طاقة حرارية، في يوم ما في زمن ما صار في عندي زيادة طلب على الطاقة، وبالتالي أنا بكل محطة في عندي خزانات وقود احتياطية، فهون بهالحالة هاي أنا بصير عندي إمكانية إني أحرق كمية أكبر من الوقود، وبالتالي فيني أحصل أو غطي النقص المطلوب أو زيادة الطلب على الطاقة. بينما الطاقة المتجددة مثلا الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، فهي تعتمد على حالة الطقس، مثلا إذا اليوم مثلا كان في شمس ما كان في شمس، هذا كلياته بيلعب دور، وبالتالي أنا ما فيني أقول إنه بدي أشغل المحطة على الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بشكل 100%. مثلا الألواح الشمسية أيضا مثلا تتعلق بحالة الشمس، بحالة النظافة، مثلا تجمع الغبار على الألواح الشمسية، وبالتالي أنا هون خفت جودة الألواح الشمسية، وبالتالي لم يعني ما فيني أحصل على الطاقة المطلوبة لتأمين الحمل المطلوب في قطاع الكهرباء. هلا حاليا عم شوف إنه عم يحاولوا يعملوا دمج بين المحطات التي تعمل على الوقود والمحطات التي تعمل على الطاقات المتجددة. على سبيل المثال الطاقة تعمل على الكتلة الحيوية، تعمل على الطاقة الشمسية، محطة الطاقة تعمل على الطاقة الشمسية وبنفس الوقت تعمل على الوقود. في حال كانت عندنا الأحوال الجوية تساهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية، بيتم تشغيل المحطة على الطاقة الشمسية، أما في ليلا أو في حال غياب الشمس أو سوء الأحوال الجوية فالمحطة تعمل على الطاقة على الوقود. طبعا كمان تجري إشارة أنه حاليا في عندنا أبحاث جدا ضخمة تجري لتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية في حال سواء كانت دمج أو غير دمج مع أساليب تشغيل المحطات على الوقود الطبيعي. التوليد الصغير أو الموزع، شو المقصود بذلك؟ هلأ ببعض الدول مثلا مثل روسيا لاحظت هون في كذا منطقة، وبكل منطقة عم لاحظ إنه في محطة طاقة صغيرة، هالمحطة بتحاول تولد كهرباء أو تأمن تغطية الكهرباء أو سواء المياه الساخنة للمنطقة التي أنشئت فيها. طبعا هالمحطة هاي بتكون استطاعتها صغيرة مقارنة بالمحطات الرئيسية اللي بتوزع الكهرباء لكذا منطقة فرعية. طبعا هون فينا نقول كمان بناء على العنوان التوليد الصغير، يمكن وضع بكل منزل على سطح كل منزل طاقة شمسية مصغرة، وضع ألواح شمسية أو وضع عنفة ريحية، وبالتالي ممكن المساهمة في تخفيف العبء عن الشبكة وتغذية المنزل بالطاقة المطلوبة. هلا في حال استخدام الطاقات المتجددة دوما بيتم عندنا سؤال إنه طيب أنا كيف بدي أخزن الطاقة الكهربائية؟ عمليا تستخدم مثل ما قلت أنا عند حدوث عطل طارئ أو مثلا زاد الطلب على الطاقة الكهربائية، فالطاقة المتجددة تكون غير مضمونة لأنه بتعتمد على حالة الطقس، وبالتالي لازم أبحث عن وسائل أجهزة تخزين الكهرباء.
الوسائل المستخدمة حاليا هي إما وسائل أجهزة ميكانيكية أو أجهزة كهروكيميائية، مثل البطاريات اللي حاليا عم نستخدمها نحن عندنا بالمنازل هي أجهزة كهروكيميائية. هلا في عندنا محطات توليد الطاقة الهيدروديناميكية، هي حقيقة ليست أجهزة تخزين الكهرباء بل أجهزة توليد الكهرباء، مثل ما شايفين نحن عندنا على الشاشة. حاليا المياه تتدفق بيكون بأسفل المحطة موجودة عنفة، بيكون ارتفاع الماء قبل وبعد السد على ارتفاعات مختلفة، بيكون مركبة عنفة بين الارتفاعين، تنزل المياه بتحاول تدور العنفة، وبالتالي العنفة بتكون مربوطة مع موتور، وهذا الموتور بيحاول يولد لنا الطاقة. هي شرح سريع بالنسبة لعمل المحطات الهيدروديناميكية. عامل مهم جدا اللي هو جودة الطاقة. جودة الطاقة الكهربائية فينا نعرفها انه هي الدرجة اللي بتتوافق فيها البارامترات اللي نحصل عليها من الطاقة الكهربائية مع قيم معينة، يعني مثلا الجهد، التردد، شكل منحنى التيار الى اخره. طبعا من المهم جدا الحصول على طاقة كهربائية بجودة عالية وبجودة مطلوبة لضمان عمل الأجهزة الكهربائية الموجودة عندنا بالمنزل. على سبيل المثال مثلا البراد او مثلا الغسالة مثلا تعمل على جهد 220 فولت، فانا في حال وصلتني الكهرباء اقوى او اضعف، وبالتالي بتؤدي الى عطل في الأجهزة المطلوبة. وبالتالي دوما نحن بنلاحظ نقول اذا كانت الكهرباء مقطوعه واجت بنقول ما تشغلوا الاجهزه فورا، شوف المنظم قديش عم يعطيني، قديش اجت الكهرباء 220 اكثر اقل، وبالتالي بعد التحقق من ذلك ممكن وصل الاجهزه الكهربائيه حتى ما يصير عندنا اي اعطال. موثوقيه مصدر الطاقه هي قدرة النظام الكهربائي على تزويد المستهلكين بالطاقة الكهربائية المطلوبة بأي وقت وبالحمل المطلوب، يعني قادرة على تأمني على مستلزماتي اللي بحتاجها من الطاقة. شايفين نحن هون عنا على الرسمة في عنا نظام كهربائي. النظام الكهربائي هو عبارة عن عدة أنظمة كهربائية فرعية، وبالتالي أنا حتى أحصل على الكهرباء لازم تكون عندي العناصر الفرعية كلها تعمل بشكل جيد وما في عندي أي أعطال. وبالتالي لضمان موثوقية مصدر الطاقة لازم يكون في عندي صيانة دورية للأنظمة الفرعية المربوطة في النظام الأساسي. وبالتالي النظام الكهربائي مثل ما قلت هو عبارة عن مجموعة أنظمة فرعية، أي عطل بنظام فرعي بيؤدي إلى عدم وصول الكهرباء إلى المستهلكين، وبالتالي هذا يسمى عدم موثوقية مصدر الطاقة. كفاءة الطاقة فينا نقول بكل بساطة هو الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة. يعني مثلا أنا إذا موجود بمنزل، هالمنزل موجود فيه تدفئة، عناصر للتدفئة وعناصر للتكييف، فبدي احاول خفف الحمل على الشبكه، فانا هون بحاول اركب طاقه شمسيه او طاقه رياح بتحاول تغذي لي المنزل بالكهرباء في الفتره الصباحيه او في حال توفر الاشعه الشمسيه او طاقه الرياح، وليلا بيتم استخدام الشبكه الاساسيه، وبالتالي تخفيف الضغط على الشبكه. وهنا بيتم مثل ما قلت انا استخدام مزدوج لانواع الطاقه، استخدام بالنهار مثلا مثل الطاقات المتجددة، أما بالليل بيتم عندنا استخدام المصدر الأساسي اللي هو الشبكة الأساسية. طبعا هذا الحكي كمان بيؤدي إلى توفير الحمل على الشبكة، وأيضا توفير من الناحية الاقتصادية سواء علينا أو سواء على الدولة المنتجة للطاقة. تحديث المعدات. هلا موثوقية وكفاءة الطاقة بتأثر إيجابيا على تحديث المعدات الكهربائية.
المعدات الحديثة حاليا دوما تتطلب طاقة ذات موثوقية عالية، وبالتالي لكي يعني نحصل على طاقة جيدة لابد من توفر لكي نضمن عمل جيد لمعدات الطاقة الحديثة، يجب أن تكون لدينا طاقة ذات موثوقية وذات جودة عالية جدا. تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعرض، موضوع جدا شيق. شو المقصود بذلك؟ حاليا أي شخص خلص من أي جامعة أو أي شخص بده يفوت للمجال العملي يجري تجهيزه من خلال شيء اسمه تطبيقات تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. شو المقصود بذلك؟ مثلا يجري تدريب العمال والمختصين على أجهزة دقيقة، مثلا إطفاء، تشغيل، صيانة إلى آخره، عبر تقنيات الواقع الافتراضي. هون شو بصير عنا؟ مثلا فرضا على تقعد بغرفة مجهزة بنظارات، بيتم محاكاة للواقع الافتراضي كأنك أنت قاعد بالمحطة نفسها وعم تعالج المشاكل اللي عم تحصل معك. مثلا زاد الضغط في منطقة معينة، شو الخطوات اللي أنت فيك تعملها، نقص الضغط، زادت الحرارة، نقص الحرارة إلى آخره، كأنك أنت عايش بضمن محطة الطاقة الكهربائية أو الطاقة الحرارية. طبعاً بدي أقول إنه تطبيق الواقع الافتراضي هو من زمان موجود، كان مثلاً كانوا يستخدموه الجنود للتدرب على الطيارات الحربية. طبعاً من الصعب دوماً جندي فوراً يطلع على طيارة ويعمل محاكاة للظروف الحربية الحقيقية، وبالتالي يجلس في قمرة قيادة تحاكي الواقع الافتراضي، ومن خلال نظارات معينة بتم محاكاة الواقع الحقيقي والتفاعل معه مع الأهداف. طبعاً هون في عنا حساسات بتكون موجودة ضمن النظارات، هي اللي بتؤدي إلى بتخليك تشعر كأنك أنت بالفعل موجود ضمن القط، يعني ضمن طيارة حقيقية وعم تتفاعل مع الأهداف. هذا شيء اسمه الواقع الافتراضي. هلأ في شيء اسمه الواقع المعزز. الواقع المعزز هو بيضيف شيء للواقع اللي أنت موجود فيه. إذن الواقع الافتراضي هو بحاكي الواقع الحقيقي، أما الواقع المعزز هو إضافة شيء للواقع اللي أنا موجود فيه. إذا نطلع خارج إطار محطات الطاقة، مثلا حاليا كمان فترة شفت بعض الفيديوهات إنه إذا في واحد بده يشتري أساس للمنزل، مثلا كنباية صوفاي أو شيء شغلة، ففوت على المحل بيكون معه صورة للمنزل اللي هو موجود فيه، بيتم اختيار الكنباية المطلوبة، وهو عن طريق الشاشة بيبتدي يحرك الكنباية ويشوف كيف تظهر ضمن المنزل الموجود فيه. نفس الحكي فينا نطبقه على أجهزة الطاقة الكهربائية. مثلا أنا شركة معينة بدها تشتري مثلا جهاز كهربائي معين، فبيتم محاكاة الواقع المعزز، تشتري هالجهاز، بتختار هالجهاز، كلياته هالحكي طبعا اما عن طريق التليفونات، صار كله كمان في على التليفونات، او عن طريق الكمبيوترات. فعن طريق الكمبيوتر بيتم اختيار الجهاز الكهربائي المعين، مثلا فرضا مولد، بنركبه بالمكان اللي بدنا اياه، وبتم المحاكاة وبتشوف شو النتائج المرجوة، بيناسبني ما بيناسبني، إذا بيناسبني بشتري، إذا ما بيناسبني فببحث عن بديل آخر. كمان مثال لطلابنا حاليا، كمان في مثال سهل لتقنيات الواقع المعزز، هي لعبة البوكيمون. مثلا بتكون ماشي بالجوال في الطرقات، بتلاحظ أنه في مكان معين ظهر بوكيمون معين في المكان اللي أنت ماشي فيه، هذا يسمى اسمه الواقع المعزز، يعني خلق لك شيء ضمن المجال أو المكان اللي أنت موجود فيه. هذا الشيء كلياته بالنهاية بيؤدي إلى تأهيل الكوادر البشرية بأقل خسائر ممكنة، سواء خسائر بشرية أو سواء خسائر بالمعدات.
هذا الشيء اللي حاولت أضيفه وأشرحه عن تطبيق تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المهندسي. بالنسبة لي بعتقد لهون المحاضرة كافية. رح أكون سعيد جدا بأي استفسار أو أي سؤال. معلوماتي الشخصية موجودة ضمن السلايد، ورحب بكافة الأسئلة والاستفسارات. شكرا. شكرا جزيلا على المحاضرة دكتور روات. وأنا سمحت لي فقط بدي أضيف كمان ملاحظة. بالنسبة أنا موجود ضمن هندسة الطاقة في موسكو، بدي أحاول أحكي عن تجربتي، يعني كيف اختياري إلى إذا بتسمح لي كيف اختياري إلى أكيد أكيد الله يخليك. فحاليا أنا كنت خريج أول في سوريا، وتجري اتفاقيات مع الحكومة الروسية مشهورة أنهم تبادل الخبرات وتبادل الطلاب بين الدولتين. تم إفادي إلى روسيا، وكنت محتار حقيقة بأي جامعة بدي يجي أو أي جامعة بدي أدرس. كنت وقتها كمان ما أعرف روسي وشوي بدي أروح وما بدي أجي وكذا. فدكتوري المشرف كان في سوريا، كان دارس في معهد هندسة الطاقة في موسكو، نصحني قال لي معهد هندسة الطاقة في موسكو معهد رائع جدا لاختصاص هندسة الطاقة سواء النووية أو سواء الحرارية بشكل عام الكهربائية، ونصحني بتقديم الطلبات. قدمنا طلباتنا وتم قبولنا في معهد هندسة الطاقة، وحاليا أنا غير نادم أبدا على اختياري للمعهد، معهد رائع جدا. طبعا هاي ما ندي، طبعا أبدا هاي ما ندي عاي، بس فقط عم بشرح أنا تجربتي الشخصية. حاليا معهد يؤهل الكوادر البشرية بشكل جيد جدا. حاليا أنا أعمل مع شركات روسية بناء على السي في اللي كسبت اللي ساويته ضمن فتره دراستي في معهد هندسه الطاقه في موسكو، وبالتالي الجامعه جيده جدا سواء من المعلومات العلميه او سواء من الناحيه الشخصيه، يعني في سهوله التعامل، في اريحيه بالتعامل مع الدكاتره، دكاتره جدا لطيفين. انصحكم جميعا بمعهد هندسه الطاقه، وفي حال اي استفسار او اي سؤال انا راح اكون سعيد جدا، وبرجع اكرر معلومات الشخصيه الظاهره على الشاشه. شكرا لك. شكرا جزيلا. يعني بصراحه يعني يوجد عدد كثير من الخريجين جامعه مائي من لبنان في لبنان، فليست في طاقه زراعيه ولكن في طاقه مهندسين طاقه، فكله يشتغلوا في لبنان في يعني كل مستين. ف يعني فعلا جامعة كتير قوية، فأنا كمان أقترح للطلاب في الشرق الأوسط يعني يختاروا هذه الجامعة يعني ضمن الجامعات الأخرى طبعا. التأجيل، وكمان هذه الجامعة كمان في توجد بينهم تعاون مع شركة روساتم الروسية، فهذا الكثير مهم. فكمان رواد هو يعني كمان كدعاية لجامعة الروسية عشان ممكن تدرس وتشتغل في نفس الوقت، وروسيا سمحت لطلاب الأجانب عمل خلال فترة الدراسة، وهذا الكثير مهم وكثير فرص. يعني في سوريا في لبنان الآن وضع اقتصادي كثير صعب، وهذا كمان يعني إمكانية الشغل في روسيا وكمان في الجامعة هذا كان دائما يعني مساعد للطلاب في المنطقة. وشكرا جزيلا على المحاضرة للتقديم، أتمنى لك بالنجاح في الشغل والدراسة. شكرا لكم. شكرا لك. وإذا تحب تضيف شيء في ختام برنامج كمان. أحب أن أتوجه بالشكر لكم جميعا صراحة على البادرة الطيبة اللي بادرتوا فيها المحاضرة هاي. أكيد يعني راح تقدم معلومات جيدة وقيمة لجميع طلابنا اللي بدها تيجي على روسيا، يعني عم تعرف شو بدها تختار أو لوين هي بدها تتجه. كل الشكر والمحبة لكم جميعا، وإلى اللقاء في محاضرات لاحقة. شكرا شكرا جزيلا. ف
فالآن نحن سوف نتحدث مع جامعة أورال الفيدرالية، فهي تعتبر أكبر جامعة في منطقة ومركز بحثي وتعليمي رائد في منطقة أورال، وواحدة من أكبر الجامعات الروسية والجامعات في روسيا. إنها واحدة من 10 جامعات الفيدرالية، فهذه النوع من الجامعات تعتبر من أقوى الجامعات في روسيا حسب تصنيف جامعات روسيا. يعني توجد جامعة موسكو سان بيتربورغ، وبعدين 10 جامعات الفيدرالية، وبعدين جامعة لبحوث علمية. فجامعة أورال الفيدرالية تعتبر من أقوى جامعات الفيدرالية موجودة في روسيا، وفي تصنيف جامعات المكان كثير جيد، وكمان في تصنيف جامعات العالمي، في تصنيف QS هو تحت المكان تقريبا بين 350 أقوى جامعات في العالم. فطبعا تعتبر جامعة أورال الفيدرالية مركزا بحثيا مهما جدا. فمهم نحن عملنا خلال الشهرين تقريبا 3 برامج مع هذه الجامعة، كانت محاضرة علمية، كانت زيارة للجامعة، ضمن مشروعنا نستكشف جامعة الروسية رائدة مع بيت الروسي في بيروت. فاليوم نحن سنتحدث كمان مع ممثل الجامعة دكتور ستيبان زيريانوف عن التطبيق غير تنشط غير نشط للتقنيات النووية في جامعة أورال الفيدرالية. فأنا أحب أرحب بدكتور ستيبان سيرجيفيتش. Hello, Stepan Sergeyevich. We welcome you from Lebanon. I'm glad that this is our third joint event with your university within 2 months. I would be grateful if, in addition to your lecture, you could tell us what specialization related to nuclear technologies can students choose at your universities. Please, Stepan Sergeyevich, you can start. Hello. I'll start my presentation and I'll tell a few words about education in our institute in my presentation. So now I send the presentation. Is it okay? You see it? Yes, thank you. It's okay. So I'll tell you about our university and about our radiation sterilization center as an example of a non-power application of nuclear technologies in Ural Federal University. Ural Federal University is the largest federal university, bringing together fundamental education and practical application of knowledge. Ural Federal University is one of the top ranked scientific centers in Russia, carrying out research in natural, technical, social sciences, humanities, and economics. The university includes 13 institutes offering about 460 degree program at different levels. The total number of students at Ural Federal University exceeds 35,000. Ural Federal University started at 2010 as union of two universities, classical university and technical university. It is our Institute of Physics and Technologies. On this photo, it is here in the corner. Basic education program, nuclear physics and technologies. At this program, we take each year about 100 students. They are divided in, as far as I remember, 3 directions. On
different departments of our institute. And after they complete a bachelor degree, they can choose a master degree at our institute, and they have much more directions, like not only nuclear physics and technologies, but also dosimetry, electronics, and so on. All these directions are very close to nuclear industry. So we have efficient system of training for nuclear industry and manufacturing facilities which use radiation technologies. The system based on integration of education process with research and development in nuclear and radiation technologies areas in close cooperation with industry and business partners. Next, I'll tell you about basics of radiation action on matter. I'll tell you about non-power applications for processing of materials and about our radiation sterilization center. First topic will be what it is ionizing irradiation. There are few types of ionizing irradiation. It depends on its origin and structure. Alpha and beta irradiation are particles, and X-ray and gamma are quantums. Alpha particles are very heavy and they lose their energy very effectively. So they have very short stopping range in material. It's enough a few centimeters of air or a paper sheet to stop them. Then goes beta particles or electrons. They are two times lighter than alpha particles, and to stop them, we need approximately a few centimeters of plastic. X-ray and gamma ray need great shielding to stop them. The lead is the best way because it has a high density and high atomic number. So while stopping in material, all types of ionizing radiation lose energy. We use this energy to change the properties of material, both organic and inorganic. For organic materials, if we talk about cell level, it's a DNA destruction under irradiation. This is the way we use ionizing irradiation for sterilization. For inorganic materials, the energy of ionizing irradiation goes to generate defects inside, to change chemical state, and so on. Which doses we use for industrial application? Usually, we start from 1 kilogray and go higher. Is it a big or low doses? We can see the lethal dose for human is about 6 gray. Medical X-ray is 1 milligray, 1,000 times less than 1 gray. Sterilization starts at about 20 kilogray. It's because the viruses and bacteria are very resistant, and go higher up to 1 megagray. It's a material applications. Non-power applications for processing of materials are presented by preservation of cosmetics, decontamination, food irradiation, sterilization, effluent treatment, polymer modification. The doses are from less than 1 kilogray and higher than 35 kilogray. Here you see some examples. For example, radiation sterilization of healthcare products like surgery clothes, blood test tubes, drugs, syringes, and so on. It's a
disposable medical goods that are produced by a manufacturer, and then they go for sterilization to be clean, not to have viruses and bacteria inside. Food irradiation, it's a treatment of spices and herbs, berries, meat, seeds, and etc. We use food irradiation to stop sprouting and to kill bugs and insects inside, to extend the shelf life of food, to make food more safe. Next non-power application is processing of material and polymer modification. Polymer modification is widely used for tires production, for cross-linking of polyethylene to make it thermoshrinkable. All formed polymers receive their bubbles inside structure after irradiation. So also we can use irradiation to destroy fungus and to kill insects in wood sculptures, in book, in old books, and in textile paintings and so on. So to keep cultural heritage for years, for hundreds of years. We also use ionizing irradiation in industrial, for example, in flue gas irradiation to make it less toxic, in wastewater irradiation to minimize bare burden of water, and for sludge after we clean water to make it sterile and to use it, for example, in agriculture. So basically, all these technologies are nature-friendly technologies. Next, I'll tell you about our e-beam sterilization center. It was built a few years ago. Here you see some stages of construction of our center. And for 6 years, we are mostly do sterilization up to 7,000 cubic meters per year. We also do some researches in area of radiation modifications of polymers and solids. And of course, we use our electron accelerator for education in areas of applied nuclear physics and technologies of radiation safety. So, few words about our accelerator. Here we have the klystron. It's a source of microwave power, which makes electron move from the top of accelerator to move down and increase the energy, their speed. Here we have output window, and these electrons after accelerator goes out of the accelerator, and we use them for irradiation. Our parameters, it's energy of of electrons is about 10 MeV, current is about 1 milliampere, power is 10 kilowatt, and scan width is 400 millimeters. We have a conveyor system with 36 pellets, and the velocity of conveyor can be changed from 0.6 to 4 meters per minute. Changing the speed of the conveyor, we deliver higher or lower dose to products which moving under the electron beam. I'll show some slides later to tell more about
accreditation process. Our main customer is Dravnetech company. They do, I think, all possible in area of surgical sets, wipes, disposable medical goods, and so on. They have, I think, 10,000 different kits, which we sterilize every day. Sterility dose for this product is from 15 to 17.6 kilogray. It's clear enough the production, so we don't need 25 kilogray. We can use less absorbed dose to be sure that the product after sterilization is completely sterile. Some examples of products. It's also blood test tubes, alcohol wipes, cat food for surgery, and different clothes and surgical kits. Sterility dose differs from initial bare burden of material. So how it is, this is organized? Every day we receive about 500 boxes with these individual packages inside. We load them to conveyor and send them to do one trip or one circle under electron beam. Next slide. It's a box with medical goods, medical devices, which move this way. I'll show move this way under irradiation. And from here, we have electrons moving down and to the box. For polymer irradiation, we do cross-linking for polyethylene tubes. After cross-linking, they receive thermoshrinkable properties. So if they are big enough and you heat them, they change their size. They become smaller. On photos, we have some examples of these polymers. It's plastic bags, some insulators, and tubes for insulation for electrical wires. We have initial control for products. On each box, we have a here we see very small indicator. It is red before irradiation and green after radiation. It's not a dosimeter, it's just an indicator that box was irradiated. So at the beginning of the day, we check our vacuum pumps, cooling system. We turn on heating of klystron. We check the conveyor, and then we start acceleration process. During irradiation, we control parameters of vacuum system. We control cooling, and we also control beam parameters by dosimeters to be sure that we have all needed parameter like beam current and conveyor speed to assure sterility dose. Here's a vacuum value and some cooling power connectors and so on. Our cooling system, another
photo of a conveyor system without boxes. And here some parameters, as I said, beam current, energy of electron, because those depends on energy of electrons. Here we can change conveyor velocity. For example, at 1 meter per minute, we receive some dose. And if we change the conveyor speed, we increase it to 2 meters per minute, the dose 2 times lower. So it pass faster, it receive lower dose. All these parameters are saved every 2 seconds by computer, and we keep it for 5 years. So if we have some doubts about if the box was sterilized or not, we can open the log file and check that yes, this day we had this box and it was sterilized at usual parameters like conveyor speed and beam current. To control irradiation, we have RISO calorimeters. We use them to periodical control of beam current. And here another photo of loading to conveyor, some working parameters, and double side irradiation for most products. So we turn them after one circle, we turn them to the other side to have a more to have a best dose distribution inside. For routine control of absorbed dose, we use film dosimeters. The range is from 5 to 50 kilograys. We place it at this place of the box, not on the center, not on the edge, because centers and edges sometimes can be empty. So we put it on the place where we have a product to be sterilized. After radiation, as its film dosimeters become red, and we can say the dose very exactly, maybe 15, 17, 20 kilogray. It's a difference with indicators which we put on each box. It show us only that the box was sterilized. With film dosimeters, we can say what dose is delivered to box. And here we see this label after radiation, it changes its color, and it's another step of control of radiation. After radiation, we send these boxes to our customer, and they send these boxes to hospitals to use it. And for each batch, we write these protocols of radiation sterilization. We sign here the measured dose and all parameters like beam current, scan widths, conveyor speed, and electron energy. So with this protocol, our customer can say that the product was sterilized. So I think it's all. Thank you for your attention.
Thank you very much, Stepan Sergeyevich, for the lecture. I'm sure that this information will be helpful for Arab students in choosing their future profession and university. Thank you very much for your Thank you. Have a nice day. Thank you. يا شباب والصبايا يشارك معنا اليوم في اجتماع رئيس بيت روسي في دمشق دكتور نيكولاي فاديموفيتش سوخوف. فطبعا سوريا هي كتير مميزة لروسيا وكمان يعني عدد كتير من الطلاب السوريين يدرسون في الجامعات الروسية حتى عدد من الدراسية في الشرق الأوسط أكبر عدد منه لسوريا. فأرحب بكم دكتور نيكولاي وأحب أتحدث معكم عن الخبرة عندكم في سوريا كيف طلاب سوريين يختار هذا الاختصاص يعني علاقة مع طاقة زراعية طاقة نووية أم لا وقديش كبير اهتمام لهذا الاختصاص في سوريا. شكرا. السلام عليكم الجميع. أول شيء أنا نرحب من ضمير قلبي حاضرة للمؤسسة الذرية الحكومية الروسية التي نظمت مثل هذه الندوة ليس أول مرة وإن شاء الله ليس أخيرة. ندوة مفيدة جدا التي تفتح لنا أبواب المعرفة عن الأشياء غير المرئية وغير المعروفة أحيانا غريبة لكن. وبالنسبة لتطبيق مثل هذه المعرفة في سوريا وفي الشرق الأوسط بصورة عامة هناك مجالات مختلفة. أول شيء مجال الطب وكذلك مجال علم الآثار ومتاحف والزراعة. وطبعا في سوريا التي الآن تعيش في ظروف الأزمة أزمة الطاقة أزمة اقتصادية وظروف العقوبات هذه المعرفة مفيدة جداً التي تسمح في المستقبل لاقتصاد سوري والشعب السوري أن يعيش ويطور مجالات مختلفة في من حياتهم على المستوى المتقدم ليس على مستوى العالي وعادي يعني كما الآن بيشتغلوا لكن مثلاً لي السد الطلبات في الأكل في الأغذية هذه التكنولوجيات الذرية هي تساعد كثير لازدياد الحصاد مثلا وهذا شيء حساس وملحوظ جدا ولذلك من خلال هذه مثل هذه الندوات الطلبة السوريين يطاح بعلم عن إمكانيات الدراسة لخير وطنهم ولخير شعبهم وشكرا جزيلا لجميع المؤسسات والجهات التي نظمت هذه الندوة المفيدة جدا ولزميلي دكتور فاديم زايتشيكوف كذلك أول شيء شكرا جزيلا دكتور نيكولاي لمداخلة مهمة على أهمية هذا الاختصاص في سوريا شكرا جزيلا فيقدر لكان اليوم أيضا طلاب من الشرق الأوسط الذين يدرسون في روسيا خاصة في جامعة أورال الفيدرالية وجامعة تومسك التقنية فأظن من المهم أن نسمع عن خبراتهم في تعليم هذه الاختصاصات وكمان عن الخبرة الشخصية وعن الأفكار عن المستقبل يعني إن يحبوا يشتغلوا وشو يحبوا يعملوا في المستقبل فأرحب أول شيء مصطفى فتاح
طالب مصري في جامعة رال الفيدرالية الذي يدرس في سنة دراسية خامسة، فهو سوف يتحدث معنا عن خبرته في دراسة في الجامعة وفي عمل في. السلام عليكم. طبعا بشكرك جزيلا، برحب بالطلبة العرب كلهم من المحيط للخليج، وبنشكر شركة روس أتوم وزارة التعليم الروسية على إتاحة الفرصة دي. أولا أنا حصلت فعلا على الدكتوراه من جامعة الأورال الفيدرالية، وبعمل مدرس للفيزياء حاليا في جامعة المنيا بمصر، ومرتبط ما زلت بجامعة الأورال الفيدرالية اللي بعتبرها زي البيت اللي أنا نشأت فيه، قعدت فيه على مدار 7 سنوات دراسة وعمل، استمتعت جدا وجدت فيها كل ما كنت أتمناه يعني. فعشان كده أنا أحب أقول لكم شوية معلومات بسيطة عن جامعة الأورال الفيدرالية. احنا عندنا جامعة الأورال الفيدرالية اللي هي سميها بعد اسم الرئيس الأول يلسن، دي جامعة تعتبر من أكبر 3 جامعات موجودة في روسيا. ولو جينا بصينا على التصنيف بتاع جامعة الأورفو اللي هي جامعة الأورال الفيدرالية، هنلاقيها 331 على مستوى العالم، وواخدة تصنيفات في الرياضيات من 201 ل 250، في علوم المواد الماتريال ساينس من 351 ل 400، في الهندسة التكنولوجية 377، في الفيزياء اللي أنا أخذت فيها الدكتوراه الفيزياء الإشعاعية 401 ل 500 على مستوى العالم. ولو بصينا نلاقي في آخر 5 سنوات الطلبة اللي موجودة، الطلبة الأجانب اللي موجودين في جامعة الأورال الفيدرالية في تزايد مستمر، وصلنا إن إحنا من 96 دولة بيوصلوا لجامعة الأورال الفيدرالية للدراسة في برامج زي المجالات النووية ومجالات التدريبات ذات الصلة بالطاقة النووية السلمية. بنلاقي برضو إن الطلبة في تزايد مستمر على مدار 5 سنوات اللي فاتوا، وبنلاقي عدد الخريجين برضو في مجال الطاقة النووية والتدريبات بتاعتها في التزايد برضو، وفي من 10 بلدان تقريبا، ومن ضمنهم بعض الدول العربية زي مصر والأردن وسوريا. بنلاقي إن جامعة الأورال الفيدرالية لها شراكة مع أكثر من 500 شريك أجنبي من 72 دولة. وزي ما قال زميلنا من شوية اللي كان بيتكلم من جامعة الأورال الفيدرالية في محاضرة التعقيم، إن فيها 13 معهد، حوالي 400 ل 450 برنامج بيتغيروا سنويا، منهم طبعا البرامج اللي ذات صلة زي ما بنتكلم بالطاقة النووية وتطبيقاتها السلمية. طب اللي عندنا في مختبرات قياس الجرعات والقياس الطيفي في الإشعاع المعين، وتطوير تقنيات قياس الجرعات الإشعاعية والطيف الإشعاعي، واللي عندنا معدات زي مصادر الأشعة جاما وبيتا والنيوترونز اللي هي أهم مصادر الطاقة الإشعاعية، ومصادر الإشعاعات دي لها المطياف أو الجهاز اللي بيستخدم في القياس بتاعها. وزي ما اتكلم زمان بالتفصيل عن مركز التعقيم الإشعاعي اللي أنا حضرت إنشاؤه في 2015 وافتتاحه واستخدامه في عملية التعقيم الإشعاعي سواء الطبي أو للمنتجات الغذائية، وفي المعالجة الإشعاعية للبوليمرات اللي لها أبليكيشن كتير في الطب وفي المجالات الصناعية الأخرى، وفي قياس جرعات الإشعاع للإلكترون، وطبعا كذلك بيستخدم في البحث في الفيزياء والاحياء والكيمياء باستخدام الالكترون، وبيستخدم هنا المعجل الالكتروني او السيكلوترون والخط النقل اللي ايه تم شرحه في المحاضره السابقه. برضو في مركز السيكلوترون للطب النووي بيستخدم في انتاج الادويه المشعه، ويمكن ان اشتغلنا على جزء من الحاجات دي كجزء نظري، وكنا محتاجين ان احنا ان المركز ده يبقى موجود عشان نقدر نفعل الافعال دي انتاج بعض الادويه الاشعاعيه زي اللي بتستخدم مثلا في عمليه سرطان العظام. قدمنا منتج جديد ان شاء الله يكون ناجح وفعال وامن في العمليه دي. وبرده في دراسه عمليه المواد وتاثير الجسيمات المشحونه عليها وقياس الجرعات الاشعاعيه للجسيمات المشحونه، وفيها هنا بنستخدم السيكلوترون والكاميرات الساخنه وأجهزة كشف الإشعاع ومقاييس جرعات الإشعاع. بنلاقي إن تدريب الطلبة موجود في مراكز صيانة الأنظمة والهندسة للمحطات النووية. طبعاً إحنا في مصر وفي بعض الدول العربية في تعاقد دلوقتي مع الحكومة الروسية وشركة روس أتوم عشان إنتاج محطات الطاقة النووية ذات التطبيقات السلمية لإنتاج الكهرباء في الأساس.
فاحنا مثلا عندنا في مصر في دلوقتي مدرسه الضبع اللي على اسم المفاعل اللي المفروض هيتعمل ان شاء الله بالتعاون مع شركه روس اتوم، مدرسه الضبع للطاقه النوويه، من ضمنها برضو في منح بتقدم من شركه روس اتوم للطلبه المصريين في جميع المجالات للدراسه في روسيا، ومن ضمنهم جامعه الأرفو. فلما بنيجي نتكلم بنقول ايه البرامج طيب المتاحه، بنلاقي عندنا في مجال التقنيات النوويه اللي احنا بنتكلم عنه النهارده، في عندنا تخصص محطات الطاقه النوويه، التصميم والتشغيل والهندسه، وادي الكود بتاعه اللي هو 140502، اللي حابب هيسجل مع وزاره التعليم في المنح بتاعتها. وفي عندنا الفيزياء والتكنولوجيا النوويه، وفي عندنا الفيزياء والتكنولوجيا النوويه برضو كود 03 وكود 04. وفي الطب النووي النظام الميكانيكي الحيوي والتكنولوجي، وده بيدي عندنا في درجه اخصائي، في درجه البكالوريوس، وفي درجه الماجستير. نيجي بقى للحاجه الطلابيه الجميله اللي بتلاقيها في جامعه الاراء الفدراليه. الحياه الطلابيه هناك بتحس ان انت عايش في اسره، بتحس ان انت عايش في منافسات رياضيه، في تدريبات، في عمليات ترفيهيه جميله جدا. ما هيش مضغوطه فقط في الدراسه، لا بالعكس، انت بتعيش حياه وسط طلاب من جميع دول العالم ومن جميع المناطق، وبتنشر ثقافه وتتقبل منهم الثقافه بتاعتهم. وبالله زي ما بنقول في حاجه اسمها مهرجان الصداقه بين الشعوب، ده كان بيبقى شيء جميل جدا كل عام بنشوفه ما بين الفصلين الدراسيين. طبعا دي الاماكن برضو اللي بنسكن فيها. انا طبعا واحد من كنت ساكن في المبنى اللي قدامنا ده على مدار 7 سنين، وانا موجود بدرس وبشتغل في الجامعه هناك، وكنت فعلا على مستمتع بشكل كبير جدا. طبعا هنا ده موقع الدراسه اللي حابب يشارك، واتمنى ان الجميع ان هو لما يجي يختار الجامعه بتاعته او التخصص يبتدي يبص ويشوف ايه الادفانتجز اللي قدامه، او ايه الحاجات اللي هو بتشجعه، وايه الحاجات اللي هو محتاجها. واحب اقدم تاني الشكر لشركه اتوم وللحكومه الروسيه ووزاره التعليم الروسي، وطبعا للمركز الروسي في لبنان على اللقاءات الجميله دي اللي بتدينا فرصه ان احنا ننقل خبرتنا للناس اللي لسه ان شاء الله بتختار الجامعات بتاعتها او عايزه تفتح مستقبل لنفسها. شكرا. شكرا استاذ مصطفى، شكرا لهذه المعلومات القيمه، فعلى خبرتك الشخصي في جامعه ترفو، وفعلا جامعه ترفو جامعه كثير قويه ومميزه، وكمان حكيت من اقوى الجامعات بين الجامعات الفيدراليه ومن اقوى الجامعات في روسيا. اتمنى لك بنجاح في تعليم وفي دراسة وفي عمل مستقبلي، وكمان نجاح لمشروع روساتوم في مصر. هذا كثير مهم ومميز، ويعني روسيا ساهمت في الماضي في الطاقة في سيد العالي، عمل مشروع كبير في أسوان، الآن مشروع جديد في الطاقة نووية محول نووي، وهذا طبعا كثير مهم، فمستوى التعاون بين بلدين كثير أعلى. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. مع السلامة. فعندنا معنا كمان اليوم كمان طالب من الماستر الزياد طارق، وهو يدرس في جامعة تومسك التقنية أو تومسك بوليتيك، وهي جامعة أيضا كثير قوية ومميزة فمشهورة في العالم، وتكون هذه الجامعة في مدينة تومسك، ويعني عدد كثير من السكان مدينة هم طلاب 6 جامعات موجودة في تومسك، ومدينة تومسك تعتبر من أحسن مدن في روسيا لسكن ولدراسة، فكل جامعة تومسك كثير محبوبة بالنسبة للطلاب الأجانب. وأنا أرحب بك زياد طارق. لا زياد حسين، مرحبا. فما عندنا فيديو، ممكن تفتح كاميرا؟ نعم نقدر. ألو تمام، ياسنا سيتشاس فيدنا. خلاص فتحت برزنتيشن، بس
يعني فيديو تبعك ما بيبين، اوكي مش مشكله. لا كاميرا ايش بروبليم، اسفينتي. اوكي اوكي بس برزنتيشن موجود وشغال. من فضلك ممكن نكمل تقديم جامعة. хорошо. Здравствуйте всем. Меня зовут Тарик Заят. بس يا تارك انا برنامج باللغه العربيه بس باللغه الروسيه، فكمان كل تعليم لاجانب طلاب من الشرق الاوسط عندنا باللغه الروسيه، وممكن تفرج دش 20 طلاب ويحكوا روسي كروس، فلكن عندنا مشروع اليوم باللغه العربيه للطلاب في الشرق الاوسط. السلام عليكم. النهاردة هتكلم على تجربتي الدراسية في روسيا. أنا طارق الزياد، بدرس طاقة نووية، مهندس طاقة نووية. أنا أوريدي أخذت الماجستير ديجري من جامعة اسكندرية قسم الهندسة النووية والإشعاعية، وبعد ما خلصت الباكالور في اسكندرية في مصر أنا أخذت منحة ماجستير في الجامعة الوطنية للبحوث النووية بميفي بموسكو، والآن بعد ما خلصت الماجستير انضميت لجامعة تومسك للعلوم التقنية طالب دكتوراه، وده في إطار التعاون الروسي المصري وشركة روزا أتوم مع هيئة المحطات النووية المصرية في إطار مشروع الضبعة اللي إن شاء الله هيتبني العام القادم بتصريح البناء إن شاء الله اللي احنا منتظرينه في مصر. وإن شاء الله المشروع هيتكون من 4 وحدات، الواحدة هتكون موشن أو الباور الواحدة هتكون من 1200 ميجا وات، وإحنا هيكون عندنا 4 مفاعلات مصرية. فإطار دراستي هنا في روسيا أنا بكون موجود في إن شاء الله في إطار هذا المشروع والتعاون الدولي بين روسيا ومصر. في البداية أحب أعرفكم على البرنامج الموجود فيه الموجود هنا في جامعة تومسك. جامعة تومسك هنا بتضم أكثر من برنامج سواء لطلبة الماجستير أو للبكالور أو للدكتوراه. أول مديول عندنا هو مديول الطاقة النووية اللي هو نيوكلير باور إنجينيرينج. ثاني مديول عندنا وهو مديول برضه مهم بيتعلق بالتطبيق التطبيقات النووية في الطب، ده بيتكون ده بيبقى له علاقة ب تكوين او انشاء او انتاج زي ما بصح التعبير العناصر المشعه اللي بتستخدمها في العلاج زي التكنيسيوم والايودين والراديو ايزوتوبز المستخدمه في الطب النووي. وثالث مديول بيتعلق بالسيفتي والامان ومنع انتشار الاسلحه النوويه او المواد النوويه، وده بيبقى اكتر المديول اللي بريليتد اكتر او متعلق اكتر بالشغل في الوكاله الدوليه للطاقه الذريه في فيينا والمشاريع اللي تبقى مهتمه بمنع انتشار المواد النوويه والسيف جاردز للفيسايل ماتيريالز. فاحنا ده الثلاث مديولات الموجوده عندنا في الجامعه. المديولات دي كلها موجوده في اطار برنامج الماجستير للطلبه الاجانب. هنا التدريب هنا او الدراسه هنا بتعتبر بتتكون من 2 سنين عندنا في الجامعه، واللغه الدراسيه انجليزي وممكن برضو يبقى في دراسه بالروسي، فالاوبشنز التو اوبشنز موجودين. وفي نفس الوقت البرنامج الدكتوراه ايضا بيضم الثلاث مديولات، فاحنا يعني في ثلاث مديولات مهمه عندنا في الجامعه واساسيه، ودول تعتبر الركيزه الاساسيه للهندسه النوويه او كطالب هندسه نوويه او مهتم بالفيزياء النوويه او الفيزياء الاتوميك فيزياء او النيوكلير فيلد عموما. يعني احنا عندنا الفرص او الامكانيات اللي ممكن تتوح لك بعد الدراسه هنا في الماجستير او الدكتوراه، بيبقى عندك 2 نبرافلينيا او اتجاهين. الاتجاه الاول انت ممكن تشتغل في الصناعه دايركت او كمثال على ده ممكن تنضم لشركه زي شركه روزا اتوم او الشركات النوويه اللي بتبني في الدول العربيه زي ما او في الشرق الاوسط عموما زي في تيبكو في كوريا او روزا اتوم في مصر او روزا اتوم في تركيا. فانت عندك كذا مجال هنا للدراسه والشغل في المجال النووي. ثاني حاجه انت ممكن تكمل دراسات عليا شغل اكاديمي اكتر منه كشغل عملي، وتبدا تبقى اكاديميك بروفيسور او بوست جراديويت بروفيسور او ريسيرش اسيستنت في الجامعه، وتبدا تدرس هنا كورسات زي ما احنا موجودين في المجال بتاعي، وتبدا يكون لك كورسات بتدرسها ويبقى الجزء اكتر شغلك بيكون ثيوريتيكال اكتر منه كشغل عملي. فده الاتجاهين اللي ممكن تحصل عليهم في دراستك هنا في الدراسه النوويه في روسيا. اول حاجه عندنا الفاسيلتيز، عندنا في تي بي يو عندنا حاجه مهمه جدا هو المفاعل البحثي اللي في الجامعه هنا شغال. عندنا المفاعل النووي الوحيد اللي في الجامعه اللي في روسيا عموما شغال هنا
الأكت بتاعته موجودة خلال 24 ساعة خلال الأيام كلها. فده المفاعل اللي يعتبر الوحيد العلمي اللي شغال لغاية دلوقتي في الجامعات الروسية عندنا في تيمور، مفاعل قدرته 6000 واط. بنقدر نعمل هنا أبحاث كثيرة جدا في المفاعل أو في المؤسسة البحثية اللي هنا في جامعة تيمور. بالمناسبة في برضه مفاعل موجود في نيفي، لكن بيبقى الافيلتي بتاعته مش متاحه كتير للطلبه، او يعني بيبقى ليه ايفنت او الحاجات اللي بتشتغل فيها بيبقى محدوده شويه. انما هنا المفاعل في تموس تقدر تعمل عليه شغل وتقدر تعمل عليه تيست او اكسبيرمنت للريسيرش بتاعك ريليتد ليه. اغلبيه الريسيرش بتبقى موجوده ريليتد للماتيريالز واستخلاص الراديو فارماسيوتيكالز في الطب. عندنا برضو التكنيسيوم والايودين برضو كعناصر مهمه بنستخدموها وبنستخرجها من المواد من التجارب اللي احنا بنعملها في الشانلز بتاعه المفاعل. وفي حاجه تانية او الاكسلريتورز اللي احنا بنستخدمها السيكوترونز. احنا عندنا السيكوترونز بتطلع الانرجي بتاعتها او الماكسيمم انرجي بتاعتها 12 نيف، وده الار ام 7 اللي احنا بنستخدمه هنا. طبعا الصور اللي تحت دي الاجهزه الطبيه اللي احنا بنستخدمها مع المواد المشعه الهاندلنج مع الرادياكتيف ماتيريالز اللي بتستخدم هنا في الجامعه. الفاسيلتيز اللي هنا موجوده متاحه تقدر تعمل عليها شغل لو انت مهتم براديو فارماسيوتيكالز والطب النووي، وفي نفس الوقت لو انت عندك شغل برضه بالنيوكليار ماتيريالز، لو انت في تشغيل عينات معينه في تيست على الماتيريالز الجديده، عندك افكار ناحيه الكوتينج او الماتيريال كوتينج والشغل الماتيريالز في النيوكليار فيول او الاستراكشر ماتيريال، فالفيلد كماتيريال عموما تقدر تستخدم اكتر من فاسيلتي هنا متاحه ليك تقدر تستخدمها. والسبكترم الانرجي اللي انت ممكن تستخدمه موجود بفرايتي كبيره، فالافيلابيلتي هنا متاحه اكتر في تي بي او. عندنا المفاعل نحكي عنه شويه. اللي عندنا المفاعل بتاعنا في تي بي او زي ما قلنا الباور بتاعته 6 ميجا وات. النوع بتاعه ده زي ما بيقولوا البول تايب او البيسين تايب. الهوريزونتال شانل اللي عندنا 10 هوريزونتال شانل و14 فيرتيكال. دي الشانلز دي عباره عن يعني زي ببساطه دي اماكن انا بشع فيها العينات اللي بستخدمها، فبتبقى في جزء منها طولي وفي جزء منها عرضي او افقي وراسي، وبتبقى على حسب السبيكترم اللي انا هشتغل عليه وعلى حسب نوع الماتيريال اللي هشتغل عليها بحتاج بختار شانل معينه. الريفليكتور اللي بستخدمه عندنا هنا البريليان والمودريتور لايت ووتر. هنا في ديفرنت او في اختلاف بين الريفليكتور والمودريتور، في تو تايبز عندنا. الماكسيمم فلكس طبعا احنا زي ما بنقول الفلكس الموجود في الرياكتور عندنا، في عندنا تو تايبز، في فاست سبيكترم والسمال سبيكترم. هنا اللي عندنا الفاست سبيكترم بيوصل ل 10 و13 مقبول جدا بالنسبه لمفاعل اكسبيرمنتال او ريسيرش رياكتور. والسيرمال سبيكترم طبعا اكبر شويه ب 14 او 17 نيوترون بكل سنتيمتر سكوير كل سكند. الافيلابيلتي بتاع المفاعل الموجود خلال 3600 ساعه في السنه، والمفاعل المفروض اللايف تايم بتاعته توصل لغايه 2035. فالاوبشنز اللي هنا متاحه كبيره جدا، بس الفكره ان تكون عندك بروبوزال كويس او عرض كويس للمشروع بروجكت بتاعك اللي انت عاوز تعمله في الريسيرش بتاعك، سواء كنت بوست جراديويت او ريسيرش او ماستر او ماستر ستودنت، وتقدر تنفذ مشروعك هنا ان شاء الله لو الموضوع كان يستحق او لو ان الموضوع فعلا في شغل كويس. نبدا نحكي ببساطه هنا عن الجامعه او عن الاختيار ليا كجامعه. ليه انا اختار؟ انا بالمناسبه انا درست في نيفي في موسكو ودرست هنا في توموسك في تي بي او. الرانكينج بتاع الجامعه عالي جدا، تقدر تشوف على جوجل تسرش عن الرانك بتاع نيفي وتي بي او، هتلاقي من الجامعات الروسيه تعتبر الاوائل في الجامعات الروسيه طبعا بجانب جامعه اورفو وسان بيتربورغ. وايضا الفاسيلتيز الموجوده هنا كتيره، سواء كان معامل سواء كان مفاعلات بحثيه. الاستاف الدكاتره هنا كويسين جدا، في دكاتره هنا من الدكاتره الكبار والناس الديزاينرز اللي مصممين حاجات كبيره في الشركات، فتقدر تلاقي هنا الدكاتره او الاستاف الموجود معاك على مستوى الثيوريتيكال على مستوى البراكتيكال كويس جدا. بالنسبه للسكن الطلبه هنا والدروميتر السكن كويس جدا ومريح، مش هتلاقي فيه اختلاف كبير جدا يعني بينه وبين السكن العادي الخارجي اللي بره الجامعه. وزي ما قلنا الفرص هنا متاحه باكثر من طريقه، سواء كان شغل اكاديمي او شغل في الشركات او اي ريليتد شركات ريليتد للانرجي عموما. ازاي انا بقدم للجامعه؟ ببساطه جدا زي ما هو ليهم موقع على التقديم راشا ستادي. طبعا الموقع بيتغير احيانا كل سنه فلازم تلاحظوا الموضوع ده. الاول بتجهز ورقه وبترفعها على الموقع وتملى الاستماره وترفع برضو وتعمل ابلودنج للاستماره على الموقع. بتقدم كل ورقه، كل باسبورتاتك، كل الباسبورت الانترناشونال باسبورت بتاعك وكل ما 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 يؤهلك ان انت تحصل على الجامعه، وترتب الجامعات ويبدا مرحله السليكشن ليك من خلال المركز الثقافي عندك، ويبدا موضوع البي
الفيزا النووي يوصلك والجامعة النية توصلك على موقع آخر بيبقى مضاف لموقع المنحة. فالتقديم وإزاي تقدم على الموقع والكلام ده لازم تتابع كويس جدا مع مركز الثقافة الروسي الموجود في بلدك وتتابع التفاصيل اللي هم قالوها بالظبط. ولو في أي سؤال أنا برضو ممكن أساعد حضراتكم برضو في أي وقت. أنا هسيب يعني الإيميل موجود والتليفون موجود برضو لو في أي استفسار عن التقديم أو أي تفاصيل. تاني حاجة الـ achievement أو إيه اللي تقدر تخلصه عندك هنا في الجامعة. أول حاجة الجي بي بتاعك هيكون موجود هيعلى لأن أنت هتبدأ تنشر في مجلات علمية وهيبدأ الإندكس بتاعك يزيد. البي اتش دي والسيسز والماستر سيسز هتكون حاجة إلى حد ما الكواليتي بتاعتك كويسه، المستوى الريسيرش بتاعك يبقى كويس. هنا برضو في براكتيكال كورسز هتاخد تاسع وكنت في روستوف مثلا في مصانع رز اتوم الموجوده سواء كان في اتوم ماش في فولجا دونسك او في ايجورسكي في سان بيتر في مصنعين للشركه وفي اكتر من التنجور هنا ممكن تتدرب فيها او السيميوليتور ممكن تتدرب فيه. ففي اكتر من حاجه ممكن تستفاد فيها في الاتشيفمنتس اللي تقدر تحققها هنا في الجامعه بجانب الكونفرنس اللي ممكن تحضرها والساينتفك كونفرنس اللي ممكن تحضرها اللي هيضيف لك برضو سواء كنت هتنشر الكونفرنس بيبر هيضيف لك كتير. تاني حاجة المين كورسز، المين كورسز اللي بتتعامل معها كنيوكلير انجينير أو دارس للطاقة النووية هتبدأ تدرس النيوكلير فول سايكل، النيوكلير فيزيكس سواء كان اتوميك فيزيكس ايه نيوترون ترانسبورت ثيوري والنيوترون ترانسبورت اناليسيس الاثنين يعتبروا جزء واحد، ادفانسد ماثيماتيكال كورس كالكولاس لينير الجبرا يعني كل related advanced mathematics هتقدر تدرسها. وطبعا الجزء المهم طبعا thermal hydraulic analysis للمحطة النووية وفي جزء تاني للnuclear material field والجزء للsafety للمحطة النووية. فهو الكورسة عموما اللي هتدرسها هنا هتكون مركزة جدا وadvanced جدا فلازم يكون مستوى البيز بتاعتك موجودة كويس. ايه الجزء ده الاخير ليا ازاي انت ممكن تقضي وقتك هنا. في حاجات كتيره ممكن تساعدك هنا، في مناظر او اماكن جميله، في متاحف، في مسارح، في حاجات طبعا مش هحكي كتير عن روسيا، التياترز هنا، السينمات، الموسيقى. لو انت طبعا بتهتم طبعا ليك هوايات في القراءه والمكاتب هتلاقي في كل حاجه متاحه. في برضه هوايات لو انت ليك مثلا في الطبخ والحاجات دي في برضه هوايات في الرسم. فالهوايات هنا ممكن تبقى لسه بأكثر من طريقة متاحة بطريقة كبيرة ليك كأجنبي، مفيش أي مشكلة أو مفيش أي سايد بيتاخد تحيتك نتيجة إن أنت أجنبي. فالموضوع بسيط جدا وهتحس بإن في وقت إن شاء الله متاح ليك إن أنت تشوف أي هواياتك لكنك موجود في بلدك إن شاء الله. الحاجة الأخيرة اللي أنت هنا ممكن تكون موجود فيها هي إن أنت تكون موجود كأوبريتور، ده الشغل البراكتيكال اللي إحنا حكينا عنه، إن أنت تكون أوبريتور في كنترول روم لمفاعل أو لمحطة نووية. ده شغل طبعا فيزيائيا هو مش صعب جدا لكن مينتاليتي محتاج في بريشر عليك هيبقى موجود جامد جدا لمسؤوليه كبيره تكون اوبريتور في محطه طلع 3200 او 1200 ميجا وات الكتريكال و3200 او 3000 ميجا وات ثيرمال. سو هنا الريسبونسبيلتي هنا بتبقى كبيره قوي عليك. طبعا هنا اكاديميك شغل الاكاديمي هنا هتبقى مجرد او هتبقى بروفيسور في الجامعه وتكون موجود في الستاف بتاع الجامعه، ده شغل كويس جدا طبعا في التعامل مع الطلبه والشغل الثيوريتيكال بيبقى وفي الناشر بيبقى كويس جدا موجود. دي بعض الفوتوغرافيا الموجوده لينا في بعض النجور. هنا كنا موجود في محطه روستوف اي اس في منطقه فولجا دونس، برضو كنا موجود برضو في احد مصانع فولجا دونس كتام هناك بيتصنع المفاعل المصري الموجود، كنا موجود هناك برضو في اكسكورسي او في رحله تقنيه هناك في محطه لينينجراد اللي هيتبني فيها المحطه النوويه المصريه كنا موجودين برضو في موجود برضو في مؤتمرات كنا في سوتشي وفي كاترينبورغ. فدي يعني من ضمن الحاجات الكتيره اللي انت ممكن هتستضيفها او اللي انت هتلاقيها ان انت تقدر تسافر اكثر من ده الجزء الكويس ومحضر شغلك كويس ان شاء الله تقدر تاخد فرص تاخدها خلال دراستك هنا في اكتر من مدينه روسيه او مدينه نوويه هنا في روسيا سواء كان في سان بيتربورغ او في كاترينبورغ او هنا في تومس او في روستوف او فولجا دونسك. ففي اماكن كثيره تقدر تكون موجود فيها وتاخد فرص فيها. وانا شكرا لحضراتكم، ثانكس فيري ماتش، شكرا لحضراتكم على الاستماع. لو في اي مشكله ممكن الايميل موجود والواتس موجود تكلموني ان شاء الله اكون متاح لحضراتكم. شكرا لتقديمك لكل ما تقيمه. انا كنت اشتغل في مصر ونحن عاملين برنامج 5 دقائق لكل طالب مصري وانا الان ذكرت
شو يعني 5 دقائق مصري؟ يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة. أوكي. ولكن معلومات كتير مهمة. شكرا جزيلا على التقديم. ممكن تسكر من فضلك بريزنت. فنحن وصلنا لختام اجتماعنا اليوم، فبدي أشكر كل المشاركين في مشروعنا اليوم، وخاصة الشركة لتنظيم هذه الفعالية. فكمان بدي أذكر يا طلاب في الشرق الأوسط، عندكم فقط أسبوعين لـ.com الويب سايت وتشاركوا في اختيار تنافسي. تستطيعوا تختار اختصاصات نحن حكينا عنها اليوم والاختصاصات الثانية، فتستطيعوا تختار أي مستوى تعليمي تحب، اختصاص وجامعة. تستطيعوا تختار 6 جامعات في روسيا حسب الأولوية. يعني جامعات كانوا تشارك اليوم معنا، جامعات الكتير قوية وجامعات رائدة في روسيا. تستطيعوا تفوتوا على ويب سايت للجامعات، تفرجوا على الاختصاصات الموجودة توفر في هذه الجامعات، وتستطيعوا أن تختاروا هذه الجامعات حسب أولوية تحبوا في طلب تبعكم. بدي أذكركم أول 11 هتنتهي التسجيل على موقع إلكتروني educationinrussia.com، ويعني قبل نهاية سنة 2021 على طريق اختيار تنافسي لجان في الشرق الأوسط سوف تختاروا طلاب لتقديم منح دراسية روسيا لعام دراسي 2022-2023. شكرا مرة ثانية لجميع المشاركين اليوم، أتمنى الجميع للنجاح، ودائما أحب أن أتمنى لكل الطلاب العرب الذين سوف يدرسون في الجامعات الروسية، أتمنى لكم تكون دراسة في الجامعات الروسية بداية حياة ناجحة عندكم. شكرا جزيلا. فتتابع أخبار دراسة في روسيا على موقع إلكتروني الفيسبوك Studying Russia for Lebanese. فتستطيع تقرأ كل أخبار عن المنح الدراسية، عن الجامعات الروسية رائدة. شكرا جزيلا، فأشوفكم في برامج ثاني. مع السلامة. Climate change is here. Climate change is happening. We are well into the 6th mass extinction event. More than 1,000 people being rescued just in the early morning hours of Sunday. Millions of people are likely to suffer worsening food and water shortages. Climate change. We chose nuclear power that has maximum effects in all spheres. Local industry boost, GDP growth, job creation. What is more, nuclear power plants have no emissions. My country successfully walked all the way to be ready to build our first nuclear power plant. Rosatom Corporation has developed centers for nuclear science and technology. They bring industry enhancement, safety culture development, and build up nuclear competencies to reach scientific and technological advancement. Nuclear medicine center and an irradiation facility can also be parts of the center. Technologies for a better and much more sustainable future. To be a part of the new.
to contribute to the future. To be part of a new adventure that can inevitably contribute to the future. To learn and know more about the technology. The Russian nuclear education. To be independent. To learn and know new things every day. To set and define a goal. To dream. To invent. To innovate. To be successful. To be dynamic. To continue propelling oneself. To be needed. To be a leader. To see the world without stopping. To seize all available opportunities. To enjoy every day. To never put enough one's life till tomorrow, because there is no time like the present. To live a life free from procrastination. To get closer to the truth. To become part of a multinational team. To make your choice. The Russian nuclear education.